نقول لك ألف مبروك بالفوز على دمنهور. الحمد لله رب العالمين، ده تعبنا طول الفترة اللي فاتت وتعب زمايلي ومجهودنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكلله لنا بمكسب ورا مكسب إن شاء الله. بوعد الناس، بوعد إدارة النادي، بوعد كابتن سيد إن احنا ندخل في المنطقة الدافية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية ونبقى وسط الجدول إن شاء الله بإذن الله. طب سر تألق بقى الفريق في خلال الفترة اللي فاتت؟ والله احنا كنا بنعمل ماتشات كويسة قوي الفترة الأولانية، بس هي الفكرة في ان احنا عمرنا صغيرة، كلنا ما عندناش خبرة كافية في ان احنا ننافس في الدوري الممتاز. واحدة واحدة مع المكاسب، مع التمرينات، مع كلام كابتن سعيد والجلسات النفسية كانت اكتر يعني منه بصراحة، طور الكلام ده، اتطور بقى في انسجام كبير الى حد ما بين الفرقة، وان شاء الله ده فيه اكتر ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب شايف الفرقه ازاي بقى ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتهرب من موضوع القاع دوت؟ يعني انتوا حتى المكاسب اللي انتوا عملتوها مش ظاهره دلوقتي، لان كنتوا برضو في المركز ال 18 زي ما انتوا. هو شايفها ازاي؟ هو بالظبط في الدور الاولاني احنا لعبنا ماتشات كويسه قوي اول فتره، بس ما حلفناش الحظ وما كسبناش الماتشات دي، عملنا اداء بس. طبعا نتيجة الست ماتشات الأخرانيين خدنا منهم واحد تعادل وأربعة مكسب، 13 نقطة، ده حاجة كويسة جدا. لو فاضل ماتشين خلاص المقاولين والزمالك في الدور الأولاني إن شاء الله، لو طلعنا بنتيجة إيجابية من مباراة الزمالك حتى لو ببونت، ومباراة المقاولين احنا داخلينها وإن شاء الله ناويين على مكسب، يبقى أربعة بونت، يبقى كده احنا عدينا بقينا في مركز 15، حاجة كويسة قوي في الدور الأولاني. الدور الثاني بقى دي مباريات بقى خلاص خلينا بنقط الدور الاولاني، الدور الثاني بقى نبتدي بقى نشتغل بقى بجد على كل ماتش بماتشه، 3 بونت في 3 بونت، مكسب في مكسب، في وسط الحاله الحلوه اللي احنا فيها دي ان شاء الله نعمل نقعد ان شاء الله ونحقق مركز كويس، يعني ممكن ندخل في العاشر في ال 11 في الاماكن دي ان شاء الله. طيب عن بدايه كاس مصر طبعا دلوقتي المباريات بقت قريبه من بعضيها، مش شايف ان ده هيأثر على اداء الفريق؟ لا طبعا ده هيأثر، وخصوصا ان احنا يعني مش مكتملين العدد عندنا لعيبه مصابه كتير وعندنا لعيبه غيابات كتير يعني عامه، بس ان شاء الله انا عارف ان زمايلي قدها وزمايلي رجاله، وان شاء الله هنبقى قد المسؤوليه وان شاء الله نرفع راس المكان اللي احنا فيه، وان شاء الله نحاول نعمل حاجه للمكان اللي احنا لسه جايين وجديد دهون، ووقف جنبنا كتير وسندنا كتير وعمل لنا حاجات حلوه كتير السنه دي، ان شاء الله نعمل له حاجه حلوه. طب انت شايف ان الفريق وصل لاقصى التالق في الفتره دي ولا في جاي في اكتر؟ لا انا عايز اقول لحضرتك ان اللعيبه اللي انا معايا في الفرقه انا عارف امكانياتها كويس قوي، بتمرن معاهم بره الكوره، احنا اصحاب طبعا، انا عارف امكانياتهم كويس جدا من سنين فاتت، انا عارف امكانياتهم كويس جدا. لا ده ان شاء الله ده ما يكملش 50% من مستواهم، والفتره اللي جايه محتاجين ما نبقاش 100%، كمان الفتره اللي جايه محتاجين نبقى 200% ان شاء الله. طيب شايف ازاي المنافسه بقى مع الرجاء قريب منكم وسموحه قريب منكم؟ هل انتوا قادرين ان شاء الله على تخطي الفرقتين دول؟ لان طالما انتوا تخطيتوا الفرقتين دول هيبقى عندكم فرصه كويسه قوي ان انتوا تبقوا على الاقل 15 مثلا، على اساس ان في 5 هبوط ان شاء الله. هو الفرق بيننا وبينهم دلوقتي بقى ماتش نبقى فوقيهم بهم، فان شاء الله ده توفيق بقى ربنا يحلفنا حظ في ان هم مثلا يعني ما يكسبوش في حاجه في الماتشين اللي لهم، واحنا نكسب ماتش واحد بس نبقى فوقيهم، وان شاء الله هنعملها، انا واثق في زمايلي ان شاء الله نعمل الحاجه دي ونطلع من الدور الاولاني بمركز كويس يساعدنا في ان احنا الدور الثاني نتخطى خطوات اكبر ان شاء الله. شايف حظوظك ايه في المنتخب؟ انا الموضوع ده انا كنت مع كابتن حسام البدري، كنت في انبي انا 5 سنين، بقالي 5 سنين، وطلعت اعاره السنه السادسه في تليفونات بني سويف، خدني كابتن حسام من هناك، بس ما كنتش بلعب كتير في تليفونات بني سويف، فده اللي خلاه ما يبعتليش كذا معسكر، فبدات ابعد شويه عن المنتخب. كنت بصراحه مش هكدب عليك كنت عامل حسابي بعد الاداء والمستوى اللي احنا فيه ده ان انا المعسكر ده بقى موجود في المنتخب، بس الحمد لله يعني على كل حاجة، وإن شاء الله الفترة لسه قدامي طويلة وأقدر ألحقهم إن شاء الله قبل البطولة. في نية إن أنت تشوف تسيب نادي النصر السنة الجاية لو جالك عروض أقوى بالنسبة لأهلي الزمالك إسماعيلي الفرق دي؟ أي حد طبعا بيتمنى إن هو يطلع من مرحلة لأعلى، ونادي النصر واقف جنبي إن شاء الله، أنا عندي طموح وأحققها إن شاء الله، بس برضو يعني هرد لهم الجميل اللي هم عملوه معايا ان شاء الله، اطلع لهم واجيب لهم مبلغ كويس للنادي
وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم باذن الله. طب شايف القمه ازاي؟ فرق المقدمه مباراه القمه دي هتبقى، انا اهلاوي عامه، بس مباراه القمه دي هتبقى صعبه قوي على الاهلي. الاهلي بيمر بظروف وحشه جدا، الزمالك استقرار اكتر. زي ما حضرتك سالتني من شويه على موضوع الرجاء والفرق اللي هي قابلينا على طول دول، انا شايف ان هم احنا يعني ان شاء الله الفتره الجايه هنبقى فوقيهم رقم واحد. والحاجه الاوحد عامه الاستقرار اللي احنا فيه. احنا كان عندنا هزايم كتير في اول الماتشات، بس عندنا استقرار في اداره، عندنا استقرار في مدير فني. هم غيروا 3 4 مديرين فنيين، وانا شايف من وجهه نظري المتواضعه ان ده مش صح، لان المدير الفني الجديد اللي هيجي هيبقى محتاج يشوف الفرقه، هيبقى محتاج من اول وجديد يشتغل من اول وجديد. لكن المدير الفني القديم حافظهم وعارفهم وبيطور منهم وعارف النواقص اللي عندهم وبيبتدي يكملها. فانا شايف ان النادي كم هتبقى صعبه قوي على النادي الاهلي، اسهل لنادي الزمالك واقرب لنادي الزمالك، والدوري عامه اقرب لنادي الزمالك. اخر سؤال بقى بالنسبه للمدير الفني او تغيير المديرين الفنيين بالنسبه للفرق ده، بالنسبه لاداره النصر وتمسكها بكابتن سيد عيد، انت شايف ده كان تألق يعني او اختيار صح 100%؟ ناس واثقه، ناس عارفينه بقالهم سنين، عارفين قدراته، اشتغل وعمل كره القدم في نادي النصر من لا شيء، طورهم جدا، دخلهم فلوس من كره القدم. يعني انا كنت اسمع وانا بره نادي النصر بطريقه رائعه طبعا. هم واثقين فيه وعارفين ان هو قدها، فادوا له المسؤوليه كامله. ما كانش فيه اي ضغوطات، كانوا بيجوا يقعدوا معانا في عز ما احنا بنخسر ويقولوا كابتن سيد عيد مستمر، كابتن سيد عيد هو نادي النصر. فده طمنا اكتر وعرفنا ان المدير الفني بتاعنا احنا في استقرار، واحنا ما فيش اي مخاوف من ان احنا نخسر والكلام ده. وده كان بيدينا دفعه قويه قوي، وده انا بهني اداره نادي النصر على ان هم عملوا الحاجه دي، عشان دي حاجه اضافت لنا كتير قوي. شكرا.